لا وكمان كان دمه خفيف بشكل مش طبيعي. يمكن كنت لسه بتكلم مع جمانة دلوقتي، لو عايزين تعرفوا قد ايه كان دمه خفيف وصاحب افيه كده، بعيدا بقى عن السكريبت والاعمال السينمائيه والدراما وكده، بدون كلام اتفرجوا على حلقات بدون كلام مع الفنان حسن مصطفى، قد ايه كان دمه خفيف حتى وهو بيهزر مع زمايله وعلى الفريق التاني كمان. كان دمه خفيف جدا طبعا، حتى صحيح. على خشبة المسرح كان دمه خفيف جدا بكل تأكيد. طيب عايزين نتكلم أكتر عن مسيرته الإبداعية، هيكلمنا عنها دلوقتي بنته الكاتبة سماح أبو بكر عزت وزميلتنا في القناة الأولى. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا محمد. أهلا جوهانا. أهلا بيك وشكرا على التقرير الجميل. أهلا بحضرتك. طبعا احنا متعودين دايما واحنا بنستضيف حضرتك بتتكلمي عن أدب الطفل وكيفية التعامل مع الأطفال، لكن دلوقتي وإحنا بنحيي ذكرى رحيل الفنان الكبير، حضرتك تحبي تبدأي الكلام عنه بإيه؟ أحب أتكلم أو أبدأ من حيث يعني انتهيت أنت دلوقتي في كلامك، إن بابا كان طفل كبير وهو اللي حببني في الأطفال أكثر، وهو عمل مسرحية، يمكن مش ناس كتير تعرف إنه عمل مسرحية للأطفال، هي مصنع الشوكولاتة، كانت إخراج المخرج القدير الراحل الاستاذ سيد راضي، وكانت بتشاركوا البطوله الاستاذه هاله فاخر والنجمه الجميله ثريا حلمي، وكان اللي قايم بدور البطل معاه امير شاهين شقيق الفنانه الهام شاهين. فانا حضرت المسرحيه معاه، وهو كان بيحب الاطفال جدا، وكان بيشوف انه الفنان الحقيقي لازم يبقى عايش دايما في حاله طفوله، الطفوله هي الدهشه، هي النقاء، هي الاحساس بالجمال حواليه. فهو كان انسان حقيقه على المستوى الشخصي انسان بسيط جدا، متسامح جدا. يمكن انا كنت اقول له بابا انت سميتني سماح ليه؟ يقول لي عشان الدنيا مش مستاهله نزعل ولا نشيل من حد. يعني التسامح ده صفه جميله وصفه بتخلي البني ادم هو نفسه يبقى سعيد. طيب استاذه سماح، يعني واحنا بنتكلم عن الفنان الجميل ابو بكر عزت، لو تقولي لنا ابرز المواقف او اهم المواقف اللي انت فاكراها له وبتعتبريها وصايا منه. كلنا عارفين الفنان الكبير ابو بكر عزت، بس لو نتكلم عنه اكتر في دور الاب، في دور الانسان اللي كان بيتعامل مع اصحابه. هو كان انسان وفي جدا، بيحب اصحابه جدا، يعني عايز اقول لك انه على المستوى الانساني كان اب حنين قوي قوي، عمره ما فرض علينا حاجه، عمره ما حسسنا يعني بسطوه الاب اللي فيها نوع من التشدد، لا كان حازم جدا وحنين جدا في نفس الوقت، ودي حاجه صعبه توجد في حد. يعني علمني الاحترام، ان الاحترام اهم حاجه، انك تحترم اللي قدامك، والاحترام مش بس انك تقولي حضرتك وسيادتك، لا الاحترام لك من جوه، تبقي عارفه انه انك ازاي تتعاملي مع الاكبر منك، ازاي تتعاملي مع الاضعف منك كمان او الاصغر منك. هو كان تسامح لاقصى حد، كان حنين قوي، وكان علمني على المستوى الانساني الاتقان. بابا كان اي دور يجيله تشوفيه قاعد بيذاكر زي التلميذ اللي داخل على امتحان، يجيب بلوك نوت ويفرغ الدور وينزل بنفسه يشتري الملابس ويجرب، ويبقى حاسس انه فرحان وهو رايح الشغل، يعني هو على السيت ده يصحى من الساعه 6 الصبح ويحضر ويعمل، واحد رايح حاجه بيعمل حاجه بيحبها. علمني انه الانسان يحب شغله، شغله هيحبه هيجيبه حتى لو مش دلوقتي. طيب. يعني هو كان فخور دايما انه انا بشتغل للاطفال، وكان فرحان. واذكر موقف لا انساه، انه في سنه 2002 يشاء القدر ان بابا كان بياخد جايزه في مهرجان الاذاعه والتلفزيون اللي كان وقتها بتتعمل كل سنه عن مسلسل اسمه الشح، كان عامله، وانا كنت باخد جايزه عن مسلسل للاطفال علاء الدين وكنز جد امين، وطلعنا احنا الاثنين. يعني لما طلعت انا استلم جايزتي كان يعني كان عايز اقول لك انا اكثر مره شفته سعيد وهو بيسقف لي في وسط الناس. انا بقيت يعني انا عيطت، لان انا مش مشخصه يجي يقوم عليا انا وبابا في نفس الموقف يعني. طيب. ولكن هو كان يعني عايز اقول لك سند مش ليا انا بس، كل اللي بيشتغلوا مع حد. طيب مين كان اقرب الناس ليه؟ يعني مين كان اصدقائه؟ هل كانوا من الوسط الفني ولا لا؟ في من الوسط وفي من غير الوسط، بس كان اقرب صديق لي، يعني اقول لك على حاجه يمكن يعني ما حدش يتصورها، الفنان الكبير استاذ صلاح السعداني، لدرجه ان بقى يعني هقول حاجه يمكن الناس ما تعرفهاش، ان بابا لما جاء يعني هو كان مؤمن قوي قوي، وعارف ان الحياه هي رحله. فشئنا يعني ربنا هو اللي بيحدد موعد هذه الرحله. فيعني بدافع الايمان وبدافع انه ده لازم يحصل، فاخذ يعني ما
مكان اللي هيستقر فيه في النهايه. عايز اقول لحضرتك انه الاستاذ صلاح السعداني او عمي صلاح معانا لازق فيه الاثنين مع بعض، وكانوا يقعدوا يهزروا ويقول له يا بكر انت واخد اللي عن راسي عشان الهوا يجي لك وتحجز الهوا عني. شوفي الى اي مدى الصداقه واللطف في التعامل، حتى هم بيتكلموا على فيما بعد رحله الحياه. ان هم هيكونوا متفوقوا، ممكن صلاح يعني من اغرب اصدقاء، وكان في طبعا اصدقاء كتير، كان الطبيب العظيم الاستاذ دكتور سيد الجنزي من اصدقائه، الاستاذ ممدوح وهداني المحامي بالنقد الكبير الله يرحمه برضه، كان ليه اصدقاء كتير سواء من الوسط او من غير الوسط. الفنان الكبير استاذ عزت العلي برضه كان من اقرب اصدقائه، الفنان عبد الرحمن ابو زهره، كل دول بداوا مع بعض في مسرح التلفزيون. فهو كان بيتمازن علاقته بزملائه علاقه طيبه جدا، ما يعني الحمد لله من الناس اللي ما عندهاش خلافات مع حد. يعني عمرك ما تسمعي انه تشاحن مع حد، اتخانق مع حد في موقف، لا خالص، كان وكان متسامح مع الجميع، وشايف انه الحياه ادوار، فلما كان حتى يبقى واقف على المسرح وفي نجم جديد كان هو يسنده، كان هو يقول له ما هو الحياه لازم كلنا بنكمل بعض، ما بتقفش عند حد. الله يرحمه طبعا. طيب استاذة سماح، يعني اخيرا لو هتطلقي عنوان او هتكتبي عنوان يوصف طبعا الفنان الكبير ابو بكر عزت، هتكتبي ايه او هتقولي ايه؟ والله انا يعني انا في الفتره بابا الاولى 17 سنه، كانت الفتره الاولى انا كنت شايفه ان هو كان دايما يعني ما بيسعش للاضواء قوي، رغم انه فنان والفنان دايما بيبقى محط الاضواء. فحبيت اجمع كل اللي اتكتب عنه في كتاب سميته مكان في القلب، مش الكتاب ده مش بيبيعه ولكن بديل يعني الاصدقاء وحبيه. ف يعني لو اطلقت عليه اسم عايزه اقول عليه، دايما اقول عليه، وماما الله يرحمها كانت دايما تقول عليه الحكيم، لانه كان فعلا حكيم في تصرفاته، حكيم في افعاله، حكيم في نظرته للحياه، حكيم في حبه للناس، في فهم يعني نفسيات الناس اللي بيتعامل معاها ويعذر ويقدر. يعني هو كان زي اقول لك ايه، عارفه قطعه الكريستال اللي هي اكتر من وجه، بس في النهايه كل وجه بيكمل الثاني، وجه المتسامح، وجه الحازم، وجه المعطاء، وجه الرحيم، يعني الحمد لله. وعشان كده يا فندم هو ليه مكانه في قلوبنا كلنا. كل شكر لحضرتك. انا عرفت كلمه الانسان فيه طبعا محمد طبعا بعد بابا، يعني بعد ما الانسان رحلته بتنتهي هنا بتظهر مشاعر الناس الحقيقيه ناحيته. طبعا طبعا. يعني استاذه سماح تعيشي وتفتكري، واحنا سعداء جدا بالمكالمه دي الحقيقه، ودايما بنفتكر الفنان ابو بكر عزت زي ما حضرتك بتقولي، ان كان على ال 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 الاخلاق وعلى السيره او حتى على صعيد الاعمال اللي لحد النهارده بنستمتع بيها. بنشكرك مره ثانيه الكاتبه سماح ابو بكر عزت، شكرا ليكي.